أحباب القلب الله يعطيكم ألف عافية اليوم رح نأخذ سلسلة شرح قواعد العاشر ورح ندخل بالقاعدة الرابعة اللي هي التشبيه يا الله هالقاعدة شو بدها تركيز ويعني جد جد تكون مفتح مخك معي وعارف شو اللي بشرحه هذا الموضوع كثير مهم هذا الموضوع كثير والله مهم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل بداية التشبيه شو يعني لما أقول أنا شبهت كذا بكذا إيش يعني التشبيه التشبيه هو عقد مقارنة بين شيئين يشتركان في صفة واحدة. ايوه تمام؟ حلو مثلا الان نيجي هون مثلا نشوف الصورة هاي حتى نوضح بشكل عام شو هو التشبيه، شوف اول شيء مثلا اب وام اجاهم ولد، حلو؟ اجت الخالة واجت العمة، شوف هاي المشاكل اللي بتصير دائما بالعيلة. <applause> اجت الخالة قالت الولد مثل امه في الابتسامة. يا سلام طلعوا ابتسامته زي امه، يعني خاله اكيد توقف مع الام، اجت العمه قالت لا استني عندك قالت الولد مثل ابيه في الذكاء اذا انت شايفتيه مبتسم زي امه لا هذا زي ابوه بالذكاء وصارت مشكله بعدين يعني انسوا <تصحيح> طلعوا، شو اللي بدي اياه؟ اللي بدي اياه انه هنا، اول مره في عندنا التشبيه في المشبه، مين المشبه؟ كل القصه مين راحت؟ على الولد؟ اذا المشبه الولد تمام؟ طبعا هي فتاة طلعت، يلا مش مشكلة. المشبه به مين؟ شبهته مرة في امه وشبهته مرة في ابوه، صح؟ لما الخالة شبهت الولد في امه وشبهت العمة الولد في ابوه. هذا المشبه به. أداة التشبيه اللي هي مثل هي مثل مثل، أيوة وجه الشبه مرة شبهوه في الابتسامة وجه الشبه مرة في الذكاء. أيوة إذا أركان التشبيه والتشبيه أيضاً المشبه المشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه تمام؟ طب هسه هنا خلصناها شوف هسه أدوات التشبيه في عندك حرف واسم وفعل حرف زي الكاف وكأنه وعندك كمان يا سيد العزيز اسم زي مثل وشبه نظير وفعل زي يشبه ويماثل ويحاكي واضحة إذا الأداة ممكن تكون حرف وممكن تكون اسم وممكن تكون فعل حلو وجه الشبه اللي هو في إيش شبه يعني, يعني هو مثل كذا بإيش بالضبط شوف هسا تعالوا نتعرف على أمثلة ووضعت كمان يعني أبيات شعر حتى تعرفوها شوف العلماء مثل المصابيح في هداية الناس هسا نطلع المشبه والأداة، والمشبه به وجه الشبه أول شيء عن مين بحكي العلماء إذا المشبه العلماء وين الأداة مثل هي الأداة طيب بإيش شبهتم بالمصابيح إذا المشبه به المصابيح طب العلماء مثل المصابيح بإيش في هداية الناس فإذا وجه الشبه في هداية الناس شفت مع أحلى الشرح إذا العلماء المشبه بمين شبهتهم بالمصابيح في إيش في هداية الناس طيب تعالوا نشوف هسا العلم كالعسل في الإفادة تعال العلم هي المشبه وين الأداة الكاف أنا حافظهم هي فوق أنا حافظهم إذا الكاف هي الأداة مين المشبه به العسل إذا أنا شبهت العلم بالعسل بايش طيب؟ وجه الشبه؟ في الافاده بالضبط طيب انت عندي كليله القدر في القدر ولكن لا تستجيب دعائي، تعال شوف انت عندي كليله القدر في القدر ولكن لا تستجيب دعائي، انت اللي هو المشبه انت انا بحكي عنك بايش شبهتك انت كليله القدر ها هي الكاف الاداه وليله القدر اللي هي المشبه به في ايش؟ في القدر اذا هاي وجه الشبه وضحت يا جماعه ممتاز وشوفوا يعني هنا خذ خذ هذا المثال قصور كالكواكب لامعات يكدنا يضئن للساري الظلامة شوف القصور هي المشبه وين الاداه احسنت الكاف بايش شبهتهم بالكواكب اذا القصور شبهتهم المشبه به الكواكب بايش يضئن لامعات يضئن اذا بايش باللمعاني والضياء ايوه اذا انا شبهت القصور بالكواكب في ايش؟ في اللمعان والضياء، وضحت يا جماعه؟ طيب شو اللي بدنا اياه؟ انا هسه بدي اياك انك انت تحدد المشبه المشبه به اداه التشبيه ووجه الشبه، هسه درسنا قائم على شيء محدد، شو هو؟ درس مرتب اللي هو اصلا درسنا راح يكون بس عن ايش؟ عن التشبيه المفرد، شوف درسنا قائم على شيء محدد وقوي جدا، شو هو؟ انه استاذ ايش اللي ممكن مثلا جمله ما يكون محذوف منها؟ هسا خذها قاعده مشبه مشبه به ما ينحذفوش لانه اذا بينحذف ببطل تشبيه مفرد بصير بالكنايات. بدك تعرف شغله اذا مثلا انحذفت الاداه بده يكون في نوع اذا انحذف وجه الشبه بيكون في نوع فتعالوا نشوف يلا. انواع التشبيه المفرد اول واحد المؤكد المفصل شو اول واحد؟ المؤكد المفصل شو هو المؤكد المفصل؟ ما حذفت منه الأداة وذكر فيه وجه الشبه يعني الأركان الأربعة خلينا نعتبر واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد مشبه اثنين أداة ثلاثة مشبه به وآخر واحد وجه الشبه شوف هسه هنا بقول لك اللي محذوف اللي هو رقم اثنين الأداة إذا شفت جملة محذوف منها الأداة معناته هنا بيكون مؤكد مفصل تعالوا نشوف كيف ليلى قمر في الحسن مين المشبه ليلى بإيش شبهت ليلى بالقمر طب بإيش هي يعني ليلى قمر بإيش في الحسن طيب أستاذ في أداة والله الأداة مش موجودة اللي حفظناها من فوق إذا ما في أداة معناته هذا بيكون مؤكد مفصل فهو بيجيب لك جملة إذا شفت الجملة فيها وجه الشبه ومشبه مشبه ومشبه به من حدفوش. إذا فيها وجه شبه وما فيها أداء بيكون مؤكد مفصل شو بيكون؟ مؤكد مفصل طيب تعال شوف مثال ثاني أنت بحر في العطاء من المشبه أنت بإيش أنت بحر شبهتك بالبحر وإيش في العطاء إذا وجه الشبه في العطاء أنت بحر وجه الشبه في العطاء في أداء لا والله إذا هذا مؤكد مفصل شفت ما أحلى الجملة بس إذا باجي بحفظ الجملة التي لا يكون فيها أداة تشبيه معناته هي مؤكد مفصل طبعا بيكون وجه الشبه موجود حلو تعال شوف هسه المؤكد المجمل بنسميه البليغ البليغ شو هو البليغ ما حذف منه الأداة ووجه الشبه يا الله آه إذا اللي محذوف منه رقم اثنين ورقم أربعة هذا بيكون ايش هذا بيكون مؤكد مجمل وضحت؟ هسا المفصل اللي بيكون في وجه الشبه وما في أداة أما اللي بيكون محذوف منه الاثنين هذا بيكون مؤكد مجمل بليغ بسموه تعالوا شوفوا ليلى قمر ليلى قمر ليلى المشبه وقمر مشبه به في أداة لا والله في وجه الشبه لا إذا هذا مؤكد مجمل طلع هون هيها نفس الإشي ليلى قمر في الحسن لما ذكر لك وجه الشبه كان مؤكد مفصل لما يحذف وجه الشبه والأداة بيكون مؤكد مجمل هذا يعني اكثر شيء من انواع القوه اللي هو بليغ ليلى قمر خلص بس ما حكاش شيء ثاني طب شوف مثال اخر عيناك بحر والجفون شواطئ هسه هون انا شبهت العينان بالبحر والجفون شواطئ حلو ماشي هسه هنا ما في اداه تشبيه ولا في وجه شبه اذا هذا بيكون مؤكد مجمل بس لانه ما في لا أداة ولا وجه شبه طيب نيجي على النوع الثالث التشبيه التام اللي هو المرسل المفصل درس حلو لطيف شوف ما ذكر فيه يعني أركان الأربعة يعني واحد وثلاث قلنا دائماً موجودات اثنين وأربعة موجودات إذا أنت شفت إداة التشبيه موجودة وجه الشبه موجود بيكون تام مرسل مفصل بيسموه التشبيه التام اللي هو المرسل المفصل تمام طيب تعال شوفوا ليلى كالقمر حسناً تعال نحدد الأربعة ليلى مشبه الكاف اللي هي الأداة القمر مشبه به وحسنا اللي هو وجه الشبه فهي الليلة مشبه أداة التشبيه مشبه به الحسن إذا هذا بيكون مرسل مفصل أيوة إذا بدك تفهم شغلة المؤكد اللي بيكون في شيء محذوف مفصل بيكون محذوف منه الأداة والمجمل اللي هو بيكون محذوف منه الأداة والوجه أما هون إذا الأربعة مذكورين تام اللي هو بسموه مرسل مفصل ماشي؟ طيب تعالوا نشوف هسه برهانك كالشمس في الظهور ها مين المشبه البرهان؟ والكاف الأداة هيا الشمس مشبه به طب بإيش مشبه؟ في الظهور وجه الشبه إذا الأربع مذكورات معناته كمان مرسل مفصل تعال نأخذ مثال آخر كأن أخلاقك في لطفها كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح بشبه الأخلاق وكأن الأداة بايش؟ بالنسيب. في ايش؟ في اللطف والرقة، هي في لطفها ورقتها. إذا مرسل مفصل، أيوة، يعني بمعنى هون نحط إنه إذا الأربعة موجودات معناته هذا تشبيه تام اللي هو مرسل مفصل. طيب، التشبيه المرسل المجمل. لما تسمع كلمة مجمل هنا بيكون في إشي محذوف، بس إذا كان مرسل مجمل بيكون المحذوف رقم أربعة، اللي هو وجه الشبه، ها ما ذكر فيه الأداة وحذف منه وجه الشبه. ايوه هي ليلك كالقمر ليلة المشبه والكاف الأداة والقمر اللي هي مشبه به في وجه شبه؟ إذا مرسل مجمل. بلادي البعيدة عني كقلبي ها بلادي مشبه الكاف المشبه. أداة التشبيه قلبي المشبه به في وجه شبه؟ لا مرسل مجمل. فلذلك بمعنى انه يا حبيب القلب هنا لما يكون عندك افهم مركز لما ما يكون في وجه شبه مرسل مجمل لما يكون الاركان الاربعه مرسل مفصل لما يكون اثنين محذوفات الاداه والوجه مجمل بليغ مؤكد مجمل ومفصل اللي بيكون محذوف منه اداه التشبيه طيب تعالوا شوفوا هاي الرسمه ما خلاصه القول خلاصه القول أداة التشبيه هسا طرفات تشبيه المشبه والمشبه به لا يمكن حذفهم احنا بالدرس اللي معنا إذا حذفه قلنا بصير موضوع ثاني في البلاغة هسا افهم وركز أستاذ أنا متى أحكي مؤكد ومتى أحكي مرسل ومتى أحكي مجمل ومتى أحكي مفصل افهم وركز إذا الأداة محذوفة بيكون مؤكد إذا أداة مش موجودة بيكون مؤكد حلو؟ طيب وإذا الأداة موجودة إذا الأداة موجودة بكون مرسل هي خلصنا منها، يعني متى أحكي مؤكد إذا الجملة إذا الأداة محذوفة، ومتى أحكي مرسل إذا الأداة مذكورة، حلو؟ محذوفة مؤكد، محذو مذكورة مرسل، حلو طيب، هسه متى أحكي مجمل ومفصل؟ إذا الأداة محذوفة إذا وجه الشبه محذوف بحكي مجمل وإذا الوجه الشبه مفصل مذكور مباشرة بكون ايش؟ مفصل وضحت محلها؟ أي آه، تلخيص الدرس ها هسا انا عندي انواع اربعه الانواع الاربعه اللي بيكون الاربع اركان مذكورات هذا بيكون تام قلنا بيكون تام اللي هو مرسل مفصل بس هسا انا مقصدي انه متى يحكي يا استاذ مؤكد ومتى احكي مرسل ومتى احكي مجمل ومتى احكي مفصل افهمها وركز اذا الاداه مذكوره بيكون مرسل واذا محذوفه بيكون مؤكد طيب اذا وجه الشبه اللي هو رقم اربعه اذا وجه الشبه بيكون محذوف بيكون مجمل وإذا مذكور بيكون مفصل هي أنت ربطهم مع بعض حذفت وحذفت بيكون مؤكد مجمل ذكرت ذكرت مرسل مفصل بس هاي كل القصة وضحت وهي الأمثلة عندك وضحت لك كل شيء وركز على ليلى ليلى قمر ها طلع ليلى قمر في الحسن ما في أداة مؤكد مفصل ما في لا أداة ولا وجه مؤكد مجمل طيب كل الأركان موجودة مرسل مفصل وجه الشبه محذوف بيكون مرسل مجمل وهيك انتهى الدرس يعني لطيف جميل بسيط وبدك تتعرف عليه وتشوف كيف هيك تعمل لك جدول وتركز عليه الاركان الاربعه مشبه مشبه به موجودين اللي هو واحد وثلاث اثنين واربعه اللي هي الاداه وجه الشبه هون بتصير يحدد لك النوع وهيك انتهى الدرس الله يعطيكم الف عافيه امنياتي لكم بدوام التفوق والنجاح اخوكم استاذكم موسى السفريني وهي مع التشبيه سلام عليكم